صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم. سوري على المفاجأة، أنا بس حبيت أسلم عليكم وأقول لكم كل عام وأنتم بخير. وأنا كثير فخور بدور المرأة الأردنية وكل اللي عم تعملوا حتى نطور بلدنا، فكل شكر وتقدير لكم. أنا بعرف في آخر يومين قديش رانيا كانت متحمسة على اللقاء، وأنا بس حبيت أكون معكم اليوم وأشكر رانيا على كل اللي هي تقدمه بكل حب وإخلاص، فأنا كثير مبسوط عليكم كلكم. تقديراً لعطاء صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة حفظها الله ولدورها الريادي في النهوض بالمجتمع الأردني وإطلاق طاقاته المبدعة الخلاقة ولحرصها على المبادرة في خدمة أبناء وبنات الأردن في مختلف الميادين، فقد صدرت إرادتكم الملكية بمنح جلالتها وسام النهضة المرصّة.